مشينا في كراه بويح فهمت، هو غادي كان هبطنا نجبد داك المدفع الرشاش، وانا اخر واحد فيهم هما قدام، هيك تصرفت فيه قتلته. قداش قتلت من واحد؟ الكل ال 15. هو يكلمني يقول لي انت علاش هكا وهكا، وانا نقول له هكا هكا، والاخر بخيط ضوء على لحم فهمت. بعد كان سيدي يجي واحد هكاك يضرب فيه بالعصا، وين اللوطه، هو يضرب هو يضرب هو يضرب فهمت. بعد كان انا حطوني سيدي ضربوني كما نقولوا ربطوا لي رجلي ويداي سيدي، وحطوا لي ضربوني بكعبه مسمار ماضيه لهنا. وقتاش ابو قصي قررت ترجع لتونس وعلاش؟ ما وقت اللي قتلوا الشيخ في بلاصه في حلب في حي مقصود، ضربوه ضربوا واحد ليبي بكف فهمت، هاو الشبيح نتاع بشار فهمت، شدوا ذبحوها سيدي ونكلوا بالجثه وراسوا علقوه له في صمعه. يقولوا ان التوانسه هما العقل المدبر غادي، معناتها هما نحن كل شيء، نحن كل شيء. اش معناتها كل شيء؟ معناها نحن المخطين، نحن سيدي المقاتلين الشرسين، نحن نتاع الخيام الدعويه اللي نعملوا فيها، اللي تتصوروا في بالكم واللي ترى فيه في تونس تعمل غادي كان. هل صحيح انه فما بنات يجاهدوا؟ موجودين. انت شفت؟ شفت. قداش شفت من بنات؟ 13 وحده شفت. انت كانت عندك علاقه بطفله غادي؟ لا انت معناتها كانوا كل المقاتلين من حق؟ من حق، ويا ويلك تقرب لمتاع المقاتله ذاك. جبهه النصره اكثر واحد يمول فيها شكون؟ جمعيات اسلاميه. من بلاد قطر، حتى السعودية عندها يدرا.